اهلا وسهلا فيك جورج غانم. يعني تسرع كثير طبعا معلي الكرسي كثير، يعني ما بعرف حاسس حالي منيح لانه كل وضعنا عم بينزل بدنا نعلي من خلال الكراسي. جورج غانم، تطورات كثير عم تتسارع، ابرزها موضوع الحكومه، يعني موقف تيار وطني الحر اليوم عبر الوزير جبران البسيط كان متوقع، يعني إضافة طبعا إلى موقف يعني سمير الخطيب وإعادة خلط كل هذه الأوراق. كيف بتشوف سيناريو الحكومة للمرحلة المقبلة اعتبارا من الاثنين إذا صار في استشارات، خصوصا في ضوء يعني تطور تيار وطني الحر؟ أولا برجع بقول مساء الخير. المشهد توضح مثل ما كان من أول لحظة وكان معروف، رجعنا كمان على نقطة الصفر. صحيح أنه الوزير جبران باسيل عمل مرافعة جيدة بالنسبة له، إنما حط النقاط مثل ما كنا نحن منعرفها، وهي التالية: إما حكومة فيها سعد الحريري وجبران باسيل، مع أنه سعد الحريري عم بيقول أنا رئيس حكومة بالتالي أنا موازي لرئيس الجمهورية بهيدة اللي كان اسمها تسوية اللي أعلن فشلها نهائيا، وهي أصلا يعني قبل الحراك وبعد الحراك كانت عم بتعاني وانفجرت هذه التسوية، وهلأ عم تتعبر عنها بالأزمة الحكومية. فإذا إما حكومة فيها جبران باسيل وفيها سعد الحريري، وإما أنا ما بفوت بالحكومة، وكل واحد عم بيطرح من زاويته. الرئيس سعد الحريري عم بيطرح حكومة بترأسها هو مبدئيا، يمكن ما يترأسها، وفيها كلها اختصاصيين مسميها وبده نقيهم، والحد هلأ ما بعرف كيف رح يوازن، كيف من وين بتجي وكيف تتشكل. جبران باسيل كان الليلة واضح، أنا ما بدي فوت بالحكومة إذا أنا مش فيها، وبالتالي حكومة كلها سوا اختصاصيين من رئيسها، يعني من دون سعد الحريري، من رئيسها إلى كل الوزراء. إنما هون كمان الفرق أنه بتختار القوى السياسية لتقدر تروح على المجلس وتاخد ثقتها. هلأ نحن فتنا بأزمة. كيف يعني قوى سياسية؟ قوى سياسية هي بتختار الاختصاصيين. نعم، أنه هيك عم بيقول. لأنه بيعتبر أنه هي بتكون مسائية، وبالتالي كمان بتعبر عن اتجاهات المجلس، وأنه بتقدر تاخد ثقة وبتقدر تتصرف. هيدا رأي جبران باسيل، رأي الرئيس سعد الحريري اللي كرره مبارح بتويت بعده عند رأيه الأول. هلأ تنطرح مجموعة إشكاليات. أولا بالمعلومات، وأنا هيدا على مسؤوليتي مش على مسؤولية لا التيار الوطني الحر ولا حزب الله. سعى حزب الله وصار لقاء بين السيد حسن نصر الله والوزير باسيل على أنه ما نوصل لهون، خلينا نسمي الرئيس سعد الحريري وبعدين منتفق على التأليف، باعتقاد الحزب والحركة أنه قادرين يوصلوا مع الرئيس سعد الحريري إلى ما يسمى حكومة اختصاصيين كتار لكن فيها تمثيل سياسي لايت. أنا ما بعرف إذا الرئيس سعد الحريري يعني. أنا ما بعرف، يعني هيدا بيتظهر. الوزير جبران باسيل رفض، واليوم كمان بلغ هالشي للرئيس بري، طبعا مدعوما من الرئيس عون الوزير جبران باسيل. فنحن فتنا بهذا المأزق. هون بيطرح مجموعة أسئلة. أول سؤال: إذا التيار الوطني الحر بما يمثل على الصعيد المسيحي لم يسمي الرئيس سعد الحريري، إذا كان الرئيس الحريري هو المرشح، حتى الآن يمكن مش أكيد، التيار الوطني الحر ما بيسمي الرئيس الحريري او ما بيتمثل بالحكومه، القوات اللبنانيه اللي كانوا قالوا نحن ما رح نسمي حدا وما اصلا ما بده يتمثلوا، فاذا في مشكل شي. والكتائب ذات شيء، فاذا في مشكل مسيحي، خصوصا انه التيار المرده حتى هذه اللحظه انا ما بعرف الوزير الفرنجيه شو بده يكون موقف، رح يكون موقفه. بالتالي صفينا امام مازق مسيحي حقيقي. نرجع بموضوع وليد جنبلاط والتمثيل الاختصاصيين من قبله، صار في موقف يوم الأحد طلب. لأنه ما حدا عم بيتواصل معه لا من قبل الرئيس الحريري ولا من قبل الثنائي الشيعي ولا من قبل الرئيس عون، صار موقف من اللقاء الديمقراطي أنه نحن ما بدنا نشارك بالاستشارات. كمان بتطرح إشكالية، ما بتشارك بالاستشارات يعني كيف بدك تطلب أنت تتوزر؟ كمان هاي إشكالية، ما بنعرف التنين شو بده يعمل الوزير جنبلاط. أصبح نحن صفينا أمام مجموعة إشكاليات. أولاً قديش بده يجيب الرئيس الحريري لحتى يتمثل؟ تاني شغلة، هاي الحكومة من مين بدها تتشكل وكيف بدنا نشكلها؟ إلا إذا حزب الله قرر، وهو أمام احتمالين: إما بيتضامن حزب الله مع التيار الوطني الحر وبالتالي لا يسمي الرئيس الحريري، فقط الرئيس بري بيسمي، ما بيتضامن لكن بيشارك بحكومة عن طريق التفاوض، أو ما بيتمثل أيضا بالحكومة. ساعتها من كمان بكون أمام مشهدين: إما بتتعقد تشكيل الحكومة، وإما بتتسهل لأنه بتكون عم تسهله الأمر للرئيس الحريري ليشكل هذه
هذه الحكومة كما يشاء ويطل فيها أمام المجتمع. الحكومة كما تشاء كيف بياخد كيف بتاخد سيد مجلس نواب؟ مش هيك عم بقول راح تكون حكومة شوي عندها ضعف إن كان بالتمثيل أو بالأصوات اللي بتاخدها بمجلس النواب. كمان بعد ما حكينا رأي الانتفاضة بجوز الانتفاضة ما تعطي ثقة حتى لهذه الحكومة لا بالشارع ولا بغير الشارع. فبإطار شد الحبال اليوم اللي شفناه بين الطرفي التسوية الأساسيين الرئيس الحريري والوزير باسيل صفينا نحن والتيار الوطني الحر صفينا أمام مشهد شد حبال قد يدوم طويل. طيب مشهد شد حبال إجاك مجموعة الدعم نعم عم تحكيك عن حكومة ذات صدقية وحكومة تلتزم النائب النفس. طيب كيف بدك توازن بين شو يعني حكومة ذات صدقية؟ حكومة تكنو سياسية أو حكومة اختصاصيين أو مش لازم نفوت بهالنيونس أبدا؟ مرسال أنت بتعرف أنه أنا حكيت من 3 أسابيع وكنت أعني ما أقول ما كان المجتمع الدولي تحديدا الاوروبيين ضاغطين على حكومة اختصاصيين بدهم حكومة بالحد الادنى تدير المرحلة صحيح. اللي هي طويلة ومبينة المرحلة بالمنطقة ومنع انهيار لبنان على كل المستويات. طبعا الامريكيين عندهم غير رأي لكن باعتقادي في اتجاه لدى بعض الامريكيين بالادارة انه منضل مكفيين بالمواقف وبالعقوبات لكن نحن من 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 طيب زيارة ديفيد هيل الأسبوع الجاي على بيروت نعم. يعني هاي المعلومات يعني لا صحيح حصرية صحيح أوكي شو ممكن تغير بالمعادلة وبالصورة؟ المشكلة معلش هون أنه الأمريكيين لما عم يتدخلوا عم تتعقد الأزمة. مش معناها مش عم بطلب تدخل الأمريكي إنما نحن كلبنانيين من أول الأزمة من 75 بلبنان ما بنعرف شو بدنا نطلب من الأمريكي. الأمريكيين بدهم منا شيء نحن ما فينا نقدمه ولا فينا نعطيه وعم نطلب منهم شيء هن بدهم إياه بشروطهم. وبالتالي اليوم كتب أستاذ سجعان أزي مقال بجريدة الجمهور صحيح. بجريدة النهار بهالخصوص وكان واضح يعني أنه صحيح نحن بمأزق بالطلب الأمريكي والمشكل بأزمة فيها صراع أمريكي إيراني بالمنطقة. عم بتشوف أنت أنه الحزب كل حزب الله وحلفاء إيران كل ما عم بيتدخل الأمريكي كل ما عم بتشددوا أكثر وعم بتزيد هواجسهم. كلام بومبيو يعني في كلام بومبيو في المندوب الأمريكي والمتحدة حتى في كلام لودريان حتى بيان مجموعة الدعم الدولية أثار الشكوك. ما يعني أنه الحزب إذا بده يتمثل بالحكومة بحكومة تكنو سياسية عم بيقول مش لأنه خايف ما أنه حدا يتعرض له إنما ما بده يستجيب للقرار الأمريكي بالضغط عليه. نحن ما تنكون واضحين وبتأسف أو بعتذر إذا التعبير رح يكون شوي مش ملائم في مشكل اسمه حزب الله بالواقع اللبناني والإقليمي يعني هيك بيشوفوه على الأقل الأمريكان وجزء كبير من اللبنانيين والعرب تحديدا. هذا الواقع بدك تدفع ثمنه بشغلتين إما بتوتر أو حرب أهلية لا يريدها حتى حزب الله وإما بدك تدفع حقه عقوبات وفقر وإلى ما هنالك. فإذا هاي الأجندة فإذا الأمريكيين شو بدهم يعرضوا عليك؟ طيب يعني عم بزيد الضغط غياب المملكة العربية السعودية امبارحة كمان عن مؤتمر دعم للبنان هيدا خليني كمان هون إذا بتعطيني شوية وقت لأشرح بهيدي القصة. بتعرف انه من حوالي تفضل معلش جون نخول ندفع له هلا ما فيش مصاري يعني بده يدفع لك اي انا طبعا تفضل نتخلص من مصريات الموجودين بالبنوك يعني شو انا عامل هو الحقيقه النقطه البارزه امس رغم كل العمل الاوروبي العمل الاوروبي تحديدا الامريكي اجا تأييدا شوي كل العمل الأوروبي تحديداً الفرنسي امبارح الصدمة كانت الغياب السعودي ما يؤكد المعلومات اللي قلتها من عندك من هون أنه حصل طلب تدخل لبناني من الأمريكيين يدخلوا عند السعوديين وذهب السفير ديفيد هيل اللي جاي الأسبوع اللي جاي على لبنان إلى المملكة ولم يحصل أي دعم. ما يعني أنه أجندة المملكة بالنسبة للبنان وقراءتها للواقع يلي بتعتبر فيه أنه لبنان محكوم من حزب الله والواجهة هو الرئيس عون ومعه كان شخص أو الرئيس الحريري اللي كان هو شقفي من هذه التسوية بعده لم يتغير. وإذا ما تغيرت هذه الرؤية معناها كل الخليج بما فيها الإمارات اللي عندها شوية تمييز بالواقع بالنظرة للواقع اللبناني هذا لن يتغير. خليني أرجع أتذكر بالنسبة لمؤتمر دعم لبنان ومنتذكر كيف بلش سنة 2013 يلي صار الاجتماع الأول حصل على مستوى وزراء الخارجية بالأمم المتحدة على أيام الرئيس سليمان اللي هو كان ترأس هاي العملية ب 26 أيلول 2013. أنا ذاك
كان الهدف والخلفية منه حماية استقرار لبنان أمام اللي كان عم بيحصل على الحدود وبطرابلس وعلى الحدود الشرقية والتفجيرات بقلب لبنان. فكان المجتمع الدولي لما كانت مبلش الأزمة السورية بده يحمي لبنان منها، بدليل أنه كان الهدف سياسي مش مالي. نعم. لما انطلب أنه لبنان خسران 7.5 مليار دولار ما إجينا آنذاك مساعدات. والهدف، وهون كمان لازم نحيي شخصين حقيقة اشتغلوا على الملف آنذاك، السفير ديريك بلامبلي كان ممثل الأمين العام المتحدة، والسفير ناجي أبي عاصي بدعم من الرئيس سليمان آنذاك. والرئيس سليمان راح على السعودية اللي كانت إلى حد ما بعلاقة باردة مع لبنان بعد 2011 سنة 2012، وإجينا وقتها مكتوب من الملك عبد الله رحمه الله حتى نعمل مؤتمر الحوار اللي خرج بشيء اسمه ورقة إعلان بعبدة اللي فيها نائب النفس يلي أعاد مبارح التأكيد عليها البيان تبع المجموعة. فإذا مجموعة الدعم بالأول كانت هدفها سياسي، هلأ صارت هدفها سياسي اقتصادي مالي، إنما مربوط إلى حد ما بشروط سياسية لبنان، شروط سياسية أمريكية سعودية. سعودية. مشان هيك عم بقول إنه مش بس هيك، صار في نوع من إلى حد ما رود ماب يلي مطلوب بالمرحلة المقبلة اللي حاطينه الدول لإنقاذ الواقع اللبناني الاقتصادي والمالي المهترئ. هذا الرود ماب إذا مربوط فإذا طب قدام هل يعني ما في إكزيت، يعني إذا عندك هالقد ضغط على حكومة من مجموعة دعم بموضوع السياسي وبالموضوع المالي وعندك ضغط داخلي شو بتعمل؟ مشان هيك عم نقول الواقع صعب ومعقد، إنما في إله إلى حد ما حلول. إذا فعلا نرجع منلتقي على بلاتفورم بالحد الأدنى سياسي مقبول إله تتمات، هذه التتمات كمان لأنه المصارف عم بتعاني وتستنزف رغم كل الهجمة اللي عليها. حاكم مصر في لبنان عمل الدور اللي إله واللي عليه، ما بده يفوت بموضوع تشريعات يتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالكابيتال كنترول أو غيره. الحقيقة يعني صرنا بحاجة إلى دعم تقني بلش فيه الرئيس سعد الحريري اليوم من البنك الدولي وصندوق النقد، علما أنه هون كمان بتاخد تجربة الأرجنتين، صندوق النقد الدولي بده يتدخل أو البنك الدولي أو المؤسسة الدولية بده طلب تدخل من الحكومة. والأهم انه صندوق النقد الدولي نحن حسب امكانياتنا وحسب اشتراكنا كبلد ما بيطلع لنا اكثر من 900 مليون دولار. حلوين. اذا تفعل الوضع ممكن نضربهم بثلاثة او اربعة اذا كان متفعل الوضع، بس ضمن شروط، وهذه الشروط بدها وقت وبدها 6-7 اشهر. يعني اذا بنحكي مثلا بالارجنتين اللي اليوم عم بتعاني هالمشكل، صندوق النقد الدولي على دين 315 دولار اعطاهم 57 مليار دولار سنة 2018. رغم ذلك اليوم الرئيس فرنانديز وقف لأنه أخذوا 44 مليار دولار وقف لك. ما قدروا قال أنا ما بدي لأنه ما قدرت عملت إعادة هيكلة. بختام هيدي، رغم أنه مبارح وما قال الرقم الوزير علي حسن خليل بالموضوع المالي، رغم أنه قال أنه 40% تراجع الواردات هون الكارثة مشان هيك بدنا إنقاذ سريع، التراجع بالواردات هو 5000 مليار. يعني سنة الماضية إذا العجز بالموازنة يوصل لستة مليار 200 مليون يمكن السنة أكتر، ساعتها بدك تعيد النظر بكل موازنة 2020. لكن كل شغل إبراهيم كنعان عم بيروح دعانة مع التر. شكرا. لا لأنه الجي دي بي، بس بدي أعطي إشارة يمكن شوي منيحة. كتر خيرا. لا نسيت، ما خليني أقول لك تكفي الفكرة هيدي. الجي دي بي بده ينزل السنة الجاي، لذلك نحن أمام جي دي بي نازل وأمام كمان وردات نازلة بدها تزيد. إنما رغم كل الهجمة اللي عم تحصل على المصارف يلي وضعها فعلا صعب، خليني اقول لك انه في اشارة بسيطة كان عم بينحكى انه لا يمكن انه يقدروا المصارف بالامكانيات الحالية يقدروا يأمنوا زيادة رأس المال اللي طلبوا حاكم مصر لبنان بتعميمين حوالي 20% 10 قبل اخر السنة وما يوزعوا الارباح. انا بقدر باكد لك انه 3 مصارف كبيرة واساسية اليوم ومبارح صار في جمعيات عمومية اخذوا قرار مبدئي بزيادة رأس المال، 3 مصارف أساسية. هذا يعني أنه في إمكانية إعادة رسملة المصارف يلي عم تتعرض لضغوط حتى بمؤسسات التصنيف الدولية يلي أثرت مش بس على أثرت على رسملتها وعلى تهديد رؤوس الأموال تبعها. إذا في إمكانية أنه نرجع نعيد تكوين رؤوس الأموال تبع المصارف بلس أنه ينشغل مع البنك الدولي ومع صندوق النقد لحتى نستجلب أموال ومع برنامج سادر فيما بعد، أنا بعتقد في إمكانية نعمل إكزيت من الأزمة. أما إذا كفينا بهذا المنحة ما حدا بيضمن شيء. جورج غانم شكرا لك.